نواصل دائما فرص دا أجواء ثانية أيام اجتياز شهادة امتحانات الباكالوريا. نمر إلى جنوب الوطن ونربط الاتصال بمراسلنا زميل عبد الرزاق حاجي من ولاية تمنراست. أهلا بك عبد الرزاق. إذا سؤال أول، كيف هي أجواء اليوم الثاني من امتحانات الباكالوريا، خاصة وأنا نعرف ولاية تمنراست تشهد ارتفاع محسوس في درجة الحرارة؟ نعم زميلتي، لا تزال امتحانات شهادة البكالوريا متواصلة في يومها الثاني. أين عرفت المقاطعة الإدارية العين صنعاء ارتفاع محسوس في درجة الحرارة، وصلت لحد 48 درجة، مما تسبب في عزوف الكثير من الطلبة أن يلتحقوا بمقاعد الامتحان. لأن سجلت نهار اليوم أكثر من 500 غياب، أكبر الغيابات سجلت بعين صنعاء، وبالرغم من توفير كل الظروف الملائمة داخل المراكز. يعني في هذا النقطة تم ضمان المكيفات الهوائية داخل قاعات الامتحان هكذا؟ نعم زميلتي، تم ضمان المكيفات الهوائية وكذلك النقل المدرسي الذي يمر عبر الأحياء البعيدة عن مراكز الامتحان. ذكرت أنه تم تسجيل 500 حالة غياب في اليوم الثاني بعد ارتفاع درجة الحرارة، ماذا عن حالة الغش؟ نعم زميلتي، إلى حد الآن لم تسجل حتى حالة غش، حتى تلك من ناحية الغيابات المتأخرين عن المقاعد الذين أتوا في ساعات يعني متأخرة، يعني تم الفصل وتم الحل في كل المشاكل العالقة. عبد الرزاق حاجي مراسلنا بولاية تمنراست كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نمر